برنامجكم وصايا المعصومين الذي نتحدث فيه عن وصايا أئمتنا عليهم السلام، وتحديدا عن وصية الإمام محمد الباقر عليه السلام لتلميذه النجيب جابر بن يزيد الجعفي، وهذا ديدن الأوصياء والأنبياء من قبله. في الحلقات السابقة تطرقنا لعدة مواضيع، كان آخرها موضوع الغضب، آثار الغضب السلبية وما تعلق بهذا الموضوع. في هذه الحلقة إن شاء الله سنكمل هذا البحث بمتفرقاته وهوامشه وما يترتب عليه مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة الفاضل الأستاذ الحوزوي والباحث الإسلامي محمود سرائب. أهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله، إن شاء الله يحفظكم. إن شاء الله كما ذكرنا تطرقنا إلى الأثار السلبية للغضب ومواضيع أخرى تتعلق بهذا الموضوع الذي أوصى به الإمام محمد الباقر لتلميذه جابر الجعفي. في هذه الحلقة أو في بدايتها نتمنى منكم أن تذكروا لنا ما هي الطرق والسبل الصحيحة التي زودنا بها الإسلام والروايات للتخلص من آفة الغضب والأثار السلبية لقوى الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم أخي العزيز أخي الفاضل، أننا في أجواء وصية الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه لجابر، هذه الوصية العظيمة الذي قال له: وإن كذبت فلا تغضب. موضوع الغضب هو موضوع واسع جدا ومهم جدا، وفي الحقيقة في الحلقات السابقة كنا نقوم بتوصيف لهذه الحالة لبيان الآثار وخطورة الحالة الغضبية. الآن وصلنا إلى الأمر الذي هو الرسالة من هذه الحلقات والرسالة المهمة، وهو علاج الغضب، لأنه ليس مهم أن أقوم أنا فقط بتوصيف بالمعرفة، إنما المعرفة هي مقدمة للعلاج. يعني أنا عندما أتعرف أني مصاب بمرض ما فأنا أذهب إلى الطبيب، يعني بعد التوكل على الله ومعرفة أن كل الأسباب بيد الله عز وجل، لكن مأمور الإنسان أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الطبيب ليقوم بالعلاج. أما إذا لم يكتشف المرض، لم يعرف أسباب المرض، لم يعرف خطورة المرض، قد لا يتحرك أصلا، وبشكل مفاجئ يصبح هذا المرض منتشر بطريقة خطيرة جدا. الغضب نوع من الأمراض، يعني الأمراض الخطيرة، ولكن خطورة المرض أنها حالة ممتدة، يعني لا تؤثر فقط على الشخص، إنما تؤثر عليه، على أفراده، على محيطه المباشر، على مجتمعه، على دينه، على كل هذه الأمور كما أشرنا في حلقات سابقة. اليوم نحب أن نتحدث ولو باختصار عن موضوع المعالجة. في هناك فكرة اسمها إزالة الغضب. ما معنى إزالة الغضب؟ بحثت بين العلماء، وهي إزالة القوة الغضبية كليا. بحث أن هذا ممكن، يعني ممكن أن يتم إزالة القوة الغضبية بالكلية، يعني ما بيعود في عندي قوة ماذا غضبية، قمع أصل الغضب يعني بتعبير آخر من القلب. الحقيقة أن جملة من الباحثين علماء يقولون أصلا قمع هذه القوة من داخل يعني القلب الإنساني ومن التركيبة الإنسانية هذا أمر ماذا غير مطلوب. ممكن وغير مطلوب، أولا غير ممكن ولم تطلبه الروايات ولا العقلاء يطلبون ذلك، لأن نحن نتكلم عن الغضب المذموم. يعني الغضب المذموم هو المطلوب منا إزالته بالكلية. يعني إذا نريد أن نحدد من بداية الحوار معكم مع جنابكم أننا نريد أن نزيل، بالكلية الغضب المذموم. هذا مطلوب الروايات، هذا ما أراده القرآن الكريم، هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما أرادته الروايات، وسأستشهد برواية تدل على هذا المعنى. لا يريد منا الإسلام ولا علماء الأخلاق إزالة ماذا؟ أصل الغضب. أصل الغضب. لو سلمنا أن هذه الإزالة مثلا ممكن، هذا أولا. فلذلك أنا سأترك بحث إمكانية أصل إزالة الغضب و لأنه الآن لا يترتب عليه آثار مهمة، إنما البحث منصب مباشرة على الغضب ماذا؟ المذموم. لاحظوا هذا التوصيف لأمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله لا يغضب للدنيا. جيد، يعني ينفي عنه نوع من الغضب مرتبط بماذا؟ أمور الدنيا، بأمور الدنيا، بمواضيع الدنيا بهذا الشكل. لكن لاحظوا التعبير مباشرة بعد هذه العبارة، قال: وإذا أغضبه الحق.
يعني كان النبي ماذا؟ يغضب. يغضب، لم يصرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. يعني هذا التعبير من أمير المؤمنين في توصيف حالة النبي أن النبي كان عنده غضب وغضب شديد، نعم، ويغضب بشدة، ولكن يغضب لماذا؟ للحق. للحق. إذن هناك غضب مطلوب وهناك غضب يعني حثت عليه الروايات، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بهذا الغضب كما وصف الإمام علي عليه السلام، وهناك غضب كالغضب للدنيا للمقامات للجاه، هذا هو الغضب ماذا؟ المذموم. إذا مطلوب مني إبقاء الحالة الغضبية إلى جنب الحق وجنب المستضعفين و و و وإزالة الغضب ماذا؟ السلبي أو المذموم، لنعبر هذه العبارة التي وردت في كتب الأخلاق وهي الغضب ماذا؟ المذموم. إذا نحن العلاج الآن أو أي طرح يطرح مرتبط بماذا؟ بالعلاج، بعلاج الغضب المذموم بالضبط. نعم. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبه ممدوح. نعم. وغضب يقتضي من مقتضيات منصب النبوة. نعم. وأن الأنبياء يغضبون وأن الأنبياء عندهم شدة غضب. نعم. ولكن شدة غضب لله، شدة غضب للحق. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان ينزل إلى المعركة كان يغضب. نعم. وكان عنده غضب، ولكن غضب ليس لماذا؟ لنفسه، وغضب لرئاسته، وغضب لمقامه الشخصي، إنما هو غضب للمقام الإلهي، لنصرة الحق، للرسالة. بهذا الشكل نستطيع أن نفهم موضوع الغضب. أسباب الغضب متعددة وطرق العلاج أيضا ماذا؟ طرق العلاج كما تفضلتم وسألتم أيضا ماذا؟ متعددة. أهم شيء طرحه العلماء في حال الغضب أنه اجهد نفسك أن تذكر الله سبحانه وتعالى. أه. لماذا؟ مفتاح لأن إذا مفتاح الشر هو الغضب، وأن الغضب حالة من حالات التي يمكن لإبليس ماذا؟ دخول الشيطان. جاءت الروايات لتقول لي التفت، بعض العلماء حتى كان يتكلم بالوجوب الشرعي، بغض النظر الآن عن النقاش الفقهي، أنه يجب على الإنسان حال الغضب أن يذكر الله. هذا مهم، يعني ذلك حتى الشخص الذي يرى إنسان غاضب فليذكره ماذا؟ بالله إذا أمكن. يعني طبعا في حالات من الجنون التي تحصل عند بعض الناس ممكن أصلا لا يلتفت إلى ذكر الله، بل قد لا سمح الله تنعكس القضية بشكل وبآخر. نتكلم أولا عن ذكر الله والتوكل عليه، هذه مرحلة تهدئ الثورة ماذا؟ الغضب. لذلك ينقل إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول سمعت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الصادق يقول إن في التوراة مكتوبا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي، ولا فلا أمحقك في من أمحق. والمحق في اللغة شيء أكثر من الإزالة، إزالة مع إزالة الآثار، يعني محق الشيء يعني إزالته كليا. فاذكرني حين تغضب، اذكرني حين تغضب. فإذا جزء من العلاج هو الذكر والتوكل على الله. أيضا تغيير المكان، مثلا تغيير حالة الجلوس، يعني إذا كنت واقف اجلس. حتى دخلنا في الأمور العملانية اللوجستية، فحتى أمة أهل البيت هم الذين طرحوا هذه الحالات، حتى الإنسان يلتفت إلى شيء آخر، ينشد إلى شيء آخر، ولا يبقى مركز في حالته ماذا؟ الغضبية. مثلا لاحظوا تعبير الإمام الباقر سلام الله عليه، إن الرجل لا يغضب حتى ما يرضى أبدا ويدخل بذلك النار، يعني لو لم يرجع ويندم. فأيما رجل الآن يعطي علاج غضب وهو قائم فليجلس فإنه يذهب عنه رجس الشيطان، وإن كان جالسا فليقم. طبعا هذا التغيير الحركة، تغيير حركة الجسم تؤدي إلى انشغال القوى العقلية بشيء آخر، ربما ماذا يفعل؟ يهدئ من ثورة ومن هيجان ماذا؟ الغضب. في شيء جميل طرح في الروايات ومهم جدا، أنه إذا كانت المعركة التي تسميها المعركة الغضبية بينك وبين ذوي الرحم الأرحام، من الأمور المهمة أن تقترب من الرحم وتلمس هذه الرحم، فإن لمس هذه الرحم، مس هذه الرحم كما ورد في الروايات قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تسكينها، إلى سكونها، إلى هدوئها. فقد روي عن إمامنا الباقر سلام الله عليه وأيما رجل غضب على ذي رحم فليقم إليه وليدنو منه وليمسه فإن الرحم إذا مست سكنت. فهذا جزء من العلاج المرتبط بذوي ماذا؟ الأرحام. الوصية،
الأساسية التي كان عندما يسأل النبي طب ماذا نفعل؟ يقول لا تغضب. يعني إذن علاج، إذا تسألني عن العلاج أقول لك أولا وآخرا ووسطا ماذا؟ لا تغضب، لأنك مجرد أن تغضب لا نعرف أين ستنحدر وإلى أين ستذهب. كنت ستستطيع علاج نفسك أو لا؟ لا نعرف. يعني قد إنسان لا سمح الله يخرج عن الإيمان، ليست قضية يعني يؤدي، تؤدي بعض الحالات إلى الكفر، تؤدي بعض الحالات إلى إهانة الوالدين، يعني إلى إهانة الأرحام، إلى أمور غير اعتيادية، ثم الإنسان يندم على ماذا؟ على ما فعل. طبعا يكون الأثر قد ظهر، يعني بالنتيجة صحيح أن باب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يتوب توبة صحيحة وتوبة نصوحة، لكن أثر ما فعل لا يذهب من القلب، يبقى في القلب. يعني الآن أنت لا سمح الله إهانة المؤمن، إذا إنسان وصل إلى هذه الجرأة ممكن يعتذر من المؤمن، وممكن المؤمن ماذا؟ يسامحه ويمشي الحال بتعبيرنا وماشي الأمور، ولكن بالأخير أثار معنوية تبقى في أثر القلب. أثر غير عادي. وهناك آثار نسميها آثار تكوينية للذنوب. إذا كان في فرصة إن شاء الله نتحدث عن الآثار الوضعية والآثار التكوينية. إذن الوصية العظيمة لا تغضب، هذه العبارة التي وردت في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، أنه المطلوب منك إخماد. إخماد ماذا؟ إخماد سعير بتعبير بعض العلماء الأخلاق، إخماد سعير الغضب. لاحظوا الوصية الجامعة لرسول الله، قال عن أبي عبد الله سمعت أبي يعني الباقر عليه السلام يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل بدوي فقال له إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم، فقال آمرك أن لا تغضب. فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاثا، يعني هو معتقد أنه يأخذ مثلا وصية من شيء مثلا 10 صفحات أو أكثر، قال لا تغضب. رجع الرجل إلى نفسه فقال لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالخير. أدرك أنه المهم هو ماذا؟ هو عدم ماذا؟ عدم الغضب. ربما ترتبط مباشرة بالحديث الذي ذكرتموه ربما في الحلقة السابقة، أن الغضب مفتاح كل شر. صحيح، لا تغضب لن تصل إلى، يعني إيه؟ أنت سد الباب، يعني إذا صح التعبير هي الوقاية، سد المنافذ. العلاج، لأن عندنا علاج وقائي وعندنا علاجي. الوقاية مباشرة أن تحاول أن لا تغضب. نعم سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة جدا. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعدها نعود إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في هذه الحلقة مررنا على موضوع أو سبل الصحيحة، السبل الصحيحة التي طرحتها الروايات والإسلام لمعالجة الغضب. في هذا القسم من حلقتنا إن شاء الله سنكمل هذا البحث. أهلا بكم سماحة الشيخ من جديد. حفظكم الله ورعاكم الله شيخ. ذكرتم بعض السبل التي ذكرتها الروايات لمعالجة الغضب، وكيف نتعاطى مع الغضب، وكيف نقوم بترويض الغضب إن صح القول. ووصلنا في نهايتها إلى أن أفضل طريقة هي الوقاية، أن لا نقع في الغضب. صح. طيب، ما هي الطرق المتعددة الأخرى التي ذكرت لعلاج قوى الغضب أو ظاهرة الغضب المذمومة كما تفضلتم؟ جزاكم الله خير. طبعا هذه الظاهرة الغضب وهذه القوى الغضبية التي قلنا لابد من ترويضها وإخضاعها للسيطرة، وهي مسألة صعبة وليست سهلة وتحتاج إلى كثير من الترويض والتمرين إذا صح التعبير. عندي نوعين من العلاج، عندي علاج علمي يطلق عليه علماء الأخلاق. شو يعني علاج علمي؟ يعني أن أكثر من التفكر بمضار الغضب، يعني هذا بحث الآثار الذي تقدم الهدف منه أن أصل إلى هذه النقطة. يعني الهدف من كل البحث ليس فقط أن أعدد آثار الغضب، يعني آثار الغضب المذمومة التي تحدثت عنها روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، بسبب أن أكثر من ماذا؟ من التفكير. يعني إذا قال لي أمير المؤمنين الغضب جنون، فهذا شيء خطير جدا أن أفكر بهذه المسائل. كثرة التفكير بهذه الآثار وبالمضار قد تعطيني نوع من العلاج، هذا نسميه علاج ماذا؟ علمي إذا صح التعبير، فكري. عندي العلاج المهم وهو العلاج العملي. أهم شيء في العلاج الذي عبرنا عنه في بداية، يعني في بداية هذه الحلقة لا تغضب، هو هذا العلاج الذي يعني محاولة توقيف الغضب عند بدايته، استباقية. يعني إذا لم أستطع أن لا أغضب أصلا
الإنسان ممكن لا يسيطر على بعض التصرفات، عندما تبدأ عملية الغضب المطلوب مني ماذا؟ أن أسيطر، بمعنى في بدء العملية، لأن كلما ازدادت هذه العملية، يعني مثل النار، كل ما هذه النار استعرت أكثر كل ما كان صعب ماذا؟ أطفائها بسهولة. فإذا أنا بالبداية بالعلاج العملي عند أول ظهور بوادر ماذا؟ حركة الغضب، علي أن أقوم ببعض العلاجات التي تقدمت حتى لا أصل إلى الحالات نضع على حطبا لكي تستعر أكثر. بالضبط، يعني هذا لنا كتلة نار ببعض التعابير، لأنها قد تؤدي إلى هذا الاستعار غير الاعتيادي. من هذه الأمور أن يشغل الإنسان نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر عملية أولا تهدئ من نفس، لأن الله عز وجل يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا الذكر هو طرد للشيطان، يعني أولا أنت تذكر الله لحالة الاطمئنان، ثانيا لطرد الحالة الشيطانية التي حصلت عند الإنسان في هذه الحالات. يغادر المكان، بعض التعبيرات يغادر المكان إذا تمكن أصلا، يعني ينهي المسألة من البداية، يغير المكان الجلوس كما ورد عن الإمام الباقر، مس الرحم كما أشرنا منذ قليل، كبح جماح الغضب سيؤدي إلى هدوء، لأنه النفس في حالة هيجان، عندما تكبح هذا الأمر كبح جماح الغضب سيروض النفس، يعني سيجعلها شيئا فشيء تتمرن على ماذا؟ على هذا. ما المقصود بكبح جماح الغضب؟ كيف يكون عمليا؟ كبح جماح الغضب يعني نفس أنك غادرت المكان، لم تسمح للغضب ماذا؟ أن يتحكم. القيام بهذه الخطوات العملية، القيام بهذه الخطوات العملية العلمية التي تسبق الخطوات العملية، الذكر، كل هذه التصرفات ستؤدي إلى هذا ماذا؟ إما التخفيف، ترويض كبح جماح الغضب، فعند ذلك ستهدأ ماذا؟ ستهدأ هذه النفس، ولا يؤدي إلى ماذا؟ إلى انحدار أو التدهور. تدهور الحالة، كيف تقول تدهور الحالة الصحية؟ هناك تعبير لعلماء الأخلاق مهم جدا، وهو أنك إن أردت أن تعالج الغضب عليك اقتلاع أسباب الغضب. اقتلاع، هنا نعبر اقتلاع السبب، يعني إذا كان من أسباب الغضب هو حب الرئاسة، ومن أسباب الغضب الحالة النفسية الموجودة عند بعض الناس من كبر، من مثلا نظرة سيئة للآخرين، يعني هو يعتقد أنه هو أفضل من بني فلان وبني فلان، هو جنس، هو عنصر يعني مهم جدا عظيم جدا، هذا العجب الذي يكون في النفس والذي يؤدي إلى حركات تكبر في الخارج، يعني أصلا تكبر ينشأ من إعجابك بنفسك، يا بني إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها، يقول أمير المؤمنين، وحب الإطراء، يعني هذا النوع من الناس يحب دائما أن تقول له أنت العظيم، أنت المهم، أنت صاحب الفلاح، أنت صاحب النجاح. هذه الحالات علي ماذا؟ أن أقوم ب ليس فقط بترويضها، هناك تعبير أنا يعني أنقله بدقته، أن علماء الأخلاق قالوا قلع، اقتلاع، هذا التعبير أسباب الغضب. ربما يعني لنوضح هنا، لأنه إذا جوبها أو قوبل بتكذيب كما ذكرتم في حلقة السابقة سيغضب، يعني علاقة الأمرين صحيح. من هذه فإذا حب الذات، إذا تذكرون هذا قلناه ونقلناه عن السيد المقدس الخميني رضوان الله تعالى عليه في موضوع شرح جنود العقل والجهل، هناك قال أصلا انزع حب الذات، لأنك إذا استطعت أن تزيل هذه المسألة هناك كثير من الأمور ماذا؟ طلعت سببا. لاحظوا هناك تعبير أيضا له، تعبير جميل جدا، يقول لو اجتمع 124 ألف نبي حسب الرواية في قرية واحدة لما اختلفوا، لماذا؟ لأنه لا حب ذات في القلوب. يقول لأن الكل يقول هو ولا أحد يقول أنا، لأنه لا يوجد أنا، يوجد هو. عندما يوجد الهو يعني الله عز وجل، التوجه إلى الله، ما بيعود في عندي أنا أنك أنت تحاربني على منصبي دنياوي، وأنا أخاف على مقامي، وأنا أخاف على مالي، إنما الكل يتجه إلى الله عز وجل. فلا يوجد عندهم الذات الأنوية هذه. فهذه الأنوية عندما تذهب ترى كل الأنبياء لو اجتمعوا في قرية، كم هي القرية صغيرة ممكن أن تكون على 124 ألف نبي لما اختلفوا. إذن قال حب الذات، الالتفات إلى الكمال، أن الكمال ليس في الغضب، إنما الكمال الحقيقي في ماذا؟ على العكس تماما، ترك هذه المسألة. هناك طرق، اسمحوا لي فقط بسرعة تعدادها، إزالة الأسباب،
هذا طريق ذكره العلماء، يعني الغدر، العجب، الكبر، كل هذه الأسباب. أن يتذكر قبح ماذا؟ الغضب وسوء عاقبة الغضب، هذا أيضا يستحضره دائما. أن يتذكر ما ورد من مدح وثواب على دفع الغضب، يعني عندما يقال لك لا تغضب وأنت تتمكن من ماذا؟ من دفع ماذا؟ الغضب، وتصبح قاضم الغيظ كما ورد في التعابير، ستعلو درجاتك، تصبح سيكون لك ماذا؟ درجة ومقام، الثواب العظيم. فيما ناجى الله به موسى: أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. يعني هذا الأمر يستحضره الإنسان. وعندنا أيضا أن يتذكر فوائد ضد الغضب، هذا الذي أشرت إليه الآن، يعني الحلم، قضم الغيظ، مشاكل ذلك من تعابير. أن يفكر قبل أن يقدم، أن يكثر التفكير، أن ما سأقوم به الآن من حركة، من شيء، هل هو مفيد؟ هل هو سيؤثر أو سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تفاقم الأمور. يحترز عن مصاحبة أصحاب الغضب، أن يعلم أن ما يقع إنما بقضاء الله وقدره. يعني مهما فعل، مهما غضبت، مهما أردت أن تفعل، أنت لن تغير شيء إذا لم يرد الله عز وجل ماذا؟ تسليم تغيير هذه الأمور. الغضب مرض ونقصان في العقل. أيضا عليه أن يتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله أقوى وأعظم من هذه الحالة التي يفعلها على رجل، شخص، على شخص ضعيف. أيضا عليه أن يلتفت أن الشخص الذي هو يمضي عليه الغضب ربما أيضا هو غضب وسيؤدي إلى إهانته وإلى الكلام السيء عنه بهذا الشكل. إذن للغضب معصية، يعني تجر معصية، للغضب مدار كثيرة مدمرة مهلكة. علينا أن نلتفت إلى هذه الحالة ونقوم بعلاجها شيئا فشيء، وبالعلاج التدريجي يمكن أن نصل إلى مستوى أن نمسك هذا الغضب ونتمكن من كبح جماح الغضب. نعم سماحة الشيخ، بالنسبة إذا ما أردنا العودة إلى وصية الإمام الباقر عليه السلام لجابر بن يزيد الجعفي، كيف عالجت موضوع معالجة الغضب؟ طبعا الوصية كان لها دور في هذا التعبير، وأن كذبت ماذا فلا تغضب، كان لها دور مهم في إيجاد الصبر والثبات. لأن جابر كما قلنا سيتعرض لمواقف متعددة عندما يقوم بالدعوة لخط أهل البيت عليهم السلام، لمنهج أهل البيت. فكأن هذه الوصية من إمامنا الباقر سلام الله عليه لجابر، ليحث جابر على الصبر، على مشاق الدعوة، على صعوبة الدعوة، أن عليك أن تصبر، أن يكون عندك ماذا؟ ثبات. وأن هذا الصبر والثبات هو لأهل اليقين، يعني ليس صفة ماذا؟ صفة عادية. فعليك أن تزيد في هذه الحالة، ومن الترويض ومن التدريب إذا صح التعبير، عندما تتعرض لتكذيب، عندما تتعرض لمهاجمة من الآخرين، عليك أن تكون هادئ، أن لا تقوم بانفعالات لا تثور هذه الثورة الغضبية. فمن المناسب هنا أن يبادر شخص أمثال الإمام الباقر عليه السلام، وأن ينصح شخص مثل ماذا؟ مثل جابر، ويكون جابر عبرة إلى كل مؤمن تبلغه هذه الوصية: إن كذبت فلا تغضب. هذا هو فحوى هذه الوصية الشريفة. نعم شكرا جزيلا سماحة الشيخ على هذه المعلومات القيمة جدا والمفيدة جدا لنا نحن عامة الناس في معالجة آفة وابتلاء قد يتعرض له الكثير أو أي شخص في هذا المجتمع. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ذكرنا فيها موضوعا مهما، وهو كيفية علاج الغضب وأمور أخرى مرتبطة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في استكمال لهذا البحث وأمور أخرى أيضا. إلى اللقاء.